محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب تحت ال 19 سنه. مساء الخير يا كابتن محمود، او صباح الخير يا كابتن محمود. الو يا كابتن محمود. كابتن احمد مساء الخير. يعني اكون شاكر لو وطيت التلفزيون بس. لا انا بعيد عن التلفزيون تماما. طيب تمام كابتن، احكي لي الموضوع. الموضوع بدا من امبارح تقريبا. حد بعت لي بوست كده نازل على صفحات نادي الزمالك ان صفحات جماهير، عشان بس نقول بعضا من جماهير، مش نادي الزمالك خالص، بعضا من الجماهير. نعم، ان في مسؤولين من انديه جم ووقعوا مع اللعيبه المحترفين وكده مع العلم انا ما عنديش الا لعيب واحد محترف حاليا اللي هو صلاح باشا، بس ده اللعيب الوحيد المحترف الموجود ضمن صفوف المنتخب، وبقيه المحترفين هيجوا بكره وبعد. يعني ما حدش موجود اصلا، صلاح باشا بس، ولسه واصل الثلاث بالليل. نعم. يعني اول امبارح بالليل. نعم. فوجئت بقى ان في لعيب اسمه نور البحار كان متواجد معايا المعسكر بتاع اسماعيليه. وقالوا انه في حد جه قاعد معاه ووقع وكده، فانا تواصلت مع اللعيب. نعم. قال لي لا مفيش حاجه من دي خالص حصلت. قلت له طيب الموضوع ايه؟ انا فهمت ان الموضوع اصلا كان خبر نزل في جريده سعوديه. وبعض الصفحات دي اخدته وراحت مشيره رابع، يعني خبر نزل كده. ما اعرفش بقى مين اللي وصله الجريده. نعم. ان في تفاوض مع نادي مع كده، يعني مش ان اللعيب وقع. لا. نعم. لا ده اللعيب ده النادي الاهلي بيتفاوض معاه، او النادي الاهلي عايزه وبيتفاوض معاه. ما يتفاوض مع الاهلي ولا الزمالك ولا فيوتشر ولا بيراميدز ولا اي نادي، ما يتفاوضوا معاه طالما بره معسكرك، وطالما ما بيجوش المعسكر ولا حاجه. ما يتفاوض، اللي عايز يتفاوض اتفاوض، انا مالي يعني، ايه المشكله يعني؟ وانا اصلا لعيب كان اخر يوم معايا يوم 7 يوليو، يعني يوم الخميس اللي هو قبل العيد. اللعيب وكان متواجد معايا، وبعدين كان هيبقى المفروض كان يكون متواجد معايا في المعسكر الحالي، ولكن اللعيب اعتذر. نعم. عشان رايح انجلترا حفل تخرج اخته من الجامعه في انجلترا، فهيحضر. نعم. التخرج دي، واعتذر وقلت له اعتذر برضو من النادي بتاعك. اديهم علم وكده بس. فاللي حصل بقى النهارده، الحاجات الكتيره اللي حصلت دي انا مستغرب. يعني انا معايا لعيب واحد. يعني حتى الاسامي اللي حضرتك قلتها اللعيبه دي كلها انا ما اعرفهاش. ما تعرفهاش؟ ما هو لك هدوها باستثناء اخر لعيب جوزيف فاروز ده. عملنا له استدعاء، جه اختبار في شهر 3. نعم. الباقي ده كله لا اتعمل له استدعاء قبل كده ولا معايا حاليا. في بعضهم حد بيبعت لي عن اللعيبه دي، ولكن فيديوهات وحاجات كده بس. انما ما فيش لعيب من ال 13 لعيب اللي هم مكتوبين دول تم استدعائه الا جوزيف فاروز اللي هو تم استدعائه في شهر مارس. نعم. انا يعني ما اعرفش، احنا طبعا عندنا معسكر مهم، عندنا بطوله مهمه الحمد لله رب العالمين. امبارح كنا بنلعب طلائع الجيش على ملعبه، وعملنا مباراه كويسه قوي الحمد لله، وتعادلنا وماشيين بشكل كويس قوي. حصل مع الاسف طبعا، حصل عدم تركيز شويه النهارده. اللعيبه كلها بيتكلموا طبعا في الموضوع. طبعا طبعا اللعيبه كلها بدون استثناء اتكلموا في الموضوع. لدرجه انا اضطريت النهارده لاعبين ماتش امبارح وكده، كان في تدريب خفيف، اديت الاولاد راحه برضه عشان اطلعهم من الجو. وانت رايح بطوله العرب خلال كام يوم يعني؟ انا فجر الاثنين ان شاء الله هنتهي. الناس الحقيقه بتحب مصر قوي، تحب يعملوا فورتينه، يعملوا ولعه، يعملوا نار، يعملوا فتنه، وانت مسافر، وفي الاخر يجي حاسب على النتائج، ودول عيال صغيره بيتاثروا بالحاجات دي. ادي قصه، اصل ده بيشجع النادي الفلاني، ده بيشجع النادي الفلاني، ما تيجي قد نهبد في كذا ونتكلم على نادي المبادئ، فانهم جايين مهبدين اي هبدايه ونطلع بالشكل ده يا كابتن محمود. ومع الاسف يعني انا معايا صلاح باشا نزل على الصفحه بتاعته، هجيبه على التليفون حالا، هجيبه على التليفون دلوقتي. مفيش اي حد كلمه. معايا نور البحار كلمته وراح منزل على الصفحه بتاعته على الانستجرام، مفيش اي حاجه من ده حصلت. وانا ده لسه مجدد مع اتحاد جده، قال لي لسه كمان ما ينزل. لسه مجدد مع اتحاد جده قبل ما ينزل. لا حول ولا قوه الا بالله. وفي لعيب باين وقع لفيوتشر، بس قال ده كتب، قال لك انا بقالي شهر طبعا، او نادي فيوتشر قال
لا اللعيب اللي وقع مع فيوتشر سيمو ده حارس مرمى ما دخلش معايا مؤثر مغلق خالص. كمان خالص قاعد معايا اسبوع في مؤثر مفتوح وقبل الكلام ده قبل الثانويه العامه وعنده امتحانات ثانويه عامه اتفقت انا وهو قبل امتحانات الثانويه العامه في اسبوع انه هيقعد يركز في الثانويه العامه وكده وقبل ما ما, ما 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 ينقطع او قبل ما نتفق على الاتفاق ده كنا في مؤثر مفتوح اللي هو بيجي التدريب وبيمشي ما دخلش معايا مؤثر مغلق خالص. طيب اذا قصه لا اساس لها من الصحه أثارت بلبلة وأثارت فتنة داخل معسكر المنتخب ولو على الأقل لساعات، ولولا الحكمة اللي انت تعاملت بها وحرصك على توضيح الأمور لكنا دخلنا في مشكلة ودوامة من لا شيء يا كابتن محمود. والله الكابتن احنا بس بندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يهدي الجميع يا رب ان شاء الله. الفتنة اللي موجودة دي نار هتبرد شوية كده طيب البلد مش محتاجة ولا مستحملة بالضبط. ولا مستاهلة بصراحة من الناس كده. اعتقد ان صلاح باشا جنبك يا كابتن محمود. طيب اكلمه لو سمحت. حاضر يا كابتن. قبل بس ما اخد صلاح باشا يا جماعة عايز اقول لكم ان امير توفيق في الساحل مش موجود هنا خالص يعني، بس نكلم صلاح باشا. صلاح مساء الخير، ازيك؟ مساء الخير كابتن، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا كابتن، ازي حضرتك؟ توقع صلاح للاهلي كده واحنا ما نعرفش يا صلاح. انا فوجئت اصلا من الخبر ده. انا لسه واصل اول امبارح بالليل من ايطاليا وامبارح لسه لعب ماتش مع صلاح الجيش. ايوه. ففوجئت على طول، لقيت زمايلي اصلا بيبعتوا لي اصلا فوجئت على يعني لقيت خبر طبعا مش مظبوط. يمكن امير جالك في الحلم. ما اعرفش بقى ممكن. لا طبعا اصل كابتن محمود جابر طبعا هو شاهد على المعسكر، منع اي حد يدخل المعسكر، مركزين البطوله فتركيزنا كله البطوله وانا جاي منتخب يعني. طيب طمني الاول على مسيرتك، انت مستمر في مسيرتك الاحترافيه ولا ناوي ترجع مصر؟ وانت اصلا من ابناء النادي الاهلي مش كده؟ مظبوط. انا كنت من ناشئين الاهلي بس انا حاليا ماضي عقد مع اودينيزي بقالي من اول ما رحت ماضي 5 سنين. فاضل لك كام سنه؟ فاضل لي كده لسه 2 سنين. ومستقر هناك ومبسوط يا صلاح؟ مستقر ومبسوط. انا دلوقتي متواجد مع الفريق الاول ما شاء الله، واتمرن معاهم وان شاء الله السنه دي يعني اشارك معاهم برضه. يعني على الاقل السنتين دول انت مكمل في اودينيزي مظبوط كده ولا انا مش واخد بالي؟ مظبوط. طب هل حد من النادي الاهلي كلمك في التليفون قال لك تعالى عايزينك ترجع عايزينك توقع في النادي؟ هل حد سعى انه يقابلك في اجازاتك حتى وانت بعيد عن معسكر المنتخب؟ لا مفيش اي حد من النادي او من مصر حتى كلمني خالص يرجع. لا مفيش خالص، لا اهلي ولا غير اهلي. مظبوط. خبر زي ده ضايقك؟ يعني ضايقك اثر على تركيزك جوه المنتخب واللعيبه والحاله وخاصه انتوا بتستعدوا للسفر للسعوديه للعب في بطوله العرب يا صلاح؟ هو ما اثرش معانا بس احنا تركيزنا كله للبطوله دي. فدلوقتي يعني مصر كلها عرفت ان الخبر ده مش كاذب. انا لا بقول لك خبر كاذب، خبر كاذب. انا اللي بقول لك او خبر كاذب من واحد ما عندوش اي نوع من انواع تحمل المسؤوليه، من واحد ما يعرفش ان المنتخب مسافر كمان كام يوم عنده البطوله العربيه، من واحد عايز يعمل فتنه. على فكره انا ما بخافش اقول الكلام ده، انا راجل واضح يعني ورزق على الله سبحانه وتعالى. تطلع بقى الصفحات تعمل عليا حملات وابتعاد، خد راحتك يا باشا، خد راحتك يا باشا للاخر، ما عنديش مشكله خالص، بس انا الصح بقوله والصح هفضل اقوله. العيال دي لازم يتم ردعها. اتفضل يا صلاح كمل. مظبوط. هو دلوقتي احنا تركيزنا كله في البطوله دي ولا يهمنا الكلام الكاذب ده. نعم. واحنا ان شاء الله دلوقتي مكملين تمرين وان شاء الله هنحقق حاجه حلوه لمصر. نعم. بشكرك يا صلاح، بشكر الكابتن محمود جابر قبلك و